إذا عايز تكتب الكود مرة واحدة وتشغله في أي بلاتفورم، ما عليك إلا تستخدم لغة أو الفريمورك بتاع الفلتر المبني على لغة الدارت المصمم بواسطة شركة جوجل. أنا محمد عثمان، مهندس برمجيات، خبرة أكثر من 7 سنوات في هذه السلسلة، أقدم لكم أساسيات البرمجة بالفلتر فريمورك واستخدام لغة الدارت. وهذه الدورة أو السلسلة ستغطي التثبيت وتجهيز بيئة العمل، مقدمة مختصرة عن أساسيات لغة الدارت: Basic Layout and UI Components، استخدام وربط الـ UI Controllers، Simple State Management Solution، Flutter Easy Localization، Serialization and Deserialization from Dart Object to JSON Objects، Integrating your app to a backend API. طيب بسم الله نبدأ. كيفية الانستوليشن للفلتر فريمورك هو بسيط جدا جدا. بتدخل الموقع بتاع فلتر دوت ديف، بتلقى كل الريسورسز لكل انواع الاوبريتنج سيستمز، للماك او اس، للويندوز، للينكس اند كروم او اس. نحن هنشتغل على الويندوز، وبعد ما تنزل في فول في فايل مضغوط فيه ال SDK بتاع الفلتر، بتنزله من الريسورسز بتاعت الويندوز. بعدها بتعمل له اكستراكت لأي مسار عندك في الجهاز، أي دايركتري. بتمشي بعدها للانفايرمنت فاريبل، بعد في الباث بتضيف الدايركتري أو الباث تو ذا بين فولدر في الفريمورك اللي انت نزلته وعملت له اكستراكشن في مسار معين. بكده انت ممكن تكون نزلت الفلتر SDK، وتقدر تعمل فلتر دكتور وتشوف الحياة معك سلكشنه. غالبا اذا انت ما عندك اندرويد ستوديو في جهازك هيكون معك سلك حاجات كثيرة، من ضمنها الاندرويد SDK. ولما تقدر تشتغل هتحتاج الايميوليتر كده. فانا بفضل انه انا شخصيا للكتابة الكود بستخدم الفيجوال ستوديو كود، لكن بفضل دائما زول يكون عنده اندرويد ستوديو برضو في الجهاز عشان يقدر تديل ويز الايشوز بتاعت تجهيز الاس دي كي وكرييت الكرييشن بتاع الايموليتر وكده. طيب زي ما قلت انه ما في اي صعوبة في الموضوع، هو very simple. احنا الحاجة اللي بتواجهنا بس في السودان انه لازم لحد هسه انه نستخدم ال VPN، سواء كان لما انت تنزل ال SDK مش الفلتر SDK، الاندرويد SDK باستخدام الاندرويد ستوديو. اوكي، حتى هتلاقي انه انت لازم تكون مشغل ال VPN. وكذلك لما انت تعمل بيلد للابليكيشن لاول مرة هتلاقي انه لازم ال VPN يكون شغال لملفات الجريدل وكده. فأنا بالنسبة لي شخصيا بستخدم السايفون نتورك. ممكن أخلي الرابط لهذا الـ VPN أسفل الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك والاشتراك بالقناة، وتذكر دائما أن ناطحات السحاب تم صنعها من الطوب الصغير.